وكان ترتيب المنتخب السعودي قد صعد في تصنيف الفيفا إلى المركز 56 بالتقدم 14 مركز، حيث كان بالمركز 70 عام 2019. وفي الجزء الثاني من لقائنا مع رئيس اتحاد كرة القدم ياسر المسحل سألنا عن هذه النقطة وهذا كان جوابه. احنا المنتخب يعني ارتفع التصنيف، اعتقد في 2019 كنا في 70 واليوم والله الحمد وصلنا الى 56، 14 مركز في سنتين تقريبا، ايضا مع وجود ظروف الجائحة اللي اخرت المنتخب. الحمد لله المنتخب يقدم نتائج ايجابية، وكل ما يعني استمرت هذه النتائج كل ما ارتفع التصنيف. واحنا اعلنا في استراتيجيتنا اللي اطلقناها الشهر الماضي عن طموحنا انه نكون من افضل 20 منتخب قبل حلول عام 2034، وإن شاء الله نكون في هذا الطريق، ومع البرامج التحفيزية اللي راح نطلقها بدعم سخي وكبير من حكومة خادم الحرمين الشريفين ودعم سمو سيد ولي العهد ومتابعة سمو وزير الرياضة، إن شاء الله بإذن الله أنه نصل لهذه الأهداف بحول الله. وما في شك أيضا أنه من أهم الأهداف اللي يشتغل عليها الاتحاد هو الاستضافات على أرضه، ومنها الأدوار الإقصائية في دوري أبطال آسيا 2021 في ظل وجود فريقي النصر والهلال في المنافسات. هذا امتداد حقيقة لثقة الاتحاد الآسيوي بإمكانيات السعودية كبلد مستضيف لهذه البطولات. فرصة ممتازة جدا لممثلي الوطن، النصر والهلال عندهم مباراة مهمة جدا أو مباراتين يوم 16 أكتوبر، أتمنى لهم التوفيق إن شاء الله ويصلون إلى دور الأربعة و نضمن وصول طرف سعودي في النهائي. وحافز كبير ان شاء الله تكون البطوله سعوديه ويرتفع رصيد الانديه السعوديه من بطولات دوري ابطال اسيا بحول الله. ايضا كانت المملكه قد تقدمت بطلب لاستضافه كاس العالم للانديه 2021 من الاتحاد الدولي لكره القدم بعد انسحاب اليابان. نعم طبعا احنا على علم انه الفيفا كان عندهم خيار بديل، دوله بديله بعد اليابان، احنا تقدمنا بطلب رسمي ل أو أبدينا جاهزيتنا لاستضافة البطولة، وننتظر قرار الفيفا حيال هذه البطولة. متى ما أقر إقامتها راح إن شاء الله نكون في أتم جاهزية، وإن شاء الله الأهم إن شاء الله يصل فريق سعودي يحقق دوري أبطال آسيا ويشارك في هذه البطولة اللي تعتبر أهم بطولة على مستوى الأندية في العالم. ومن المواضيع المهمة أيضا اللي تابعها الاتحاد هي العقوبات اللي فرضها فيفا على الأندية السعودية والغرامات الكبيرة، حيث يقوم الاتحاد السعودي بدور مهم في حماية الأندية من العقوبات. احنا متابعين بشكل يومي مع كافة الأندية، وما في شك ان الأندية هي اللي تبرم هذه التعاقدات وعندها إدارات قانونية تتابع تقدم لهم اي دعم يحتاجونه، والأهم انه نتابع انه لا يصدر قرارات عقوبات رياضية كخصم نقاط او عقوبات اشد. حتى الآن طبعا الأنظمة الفيفا الحالية في حال صدر قرار واخذ الصفة النهائية والقطعية يحرم النادي من التسجيل حتى يسدد هذه القضايا. نتمنى إن شاء الله أن الأندية تكون حريصة ومتابعة لسداد كل مستحقاتها وضمان عدم تعرضها لعقوبات تؤثر على مسيرتها التنافسية في المسابقات السعودية.